السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. احنا ان شاء الله غنتكلموا على السبع خطوات الاولى للبدء في مشروع الارانب على سطح المنزل. اول حاجه غادي يعني نهضروا بواحد يعني سلاسه، يعني نسهلوا الامور ديال مشروع ديال تربيه الارانب. بغينا نمشيو للسوق، بغينا نشريو ارانب، يعني بلا ما نصعب عليكم الامور، اول حاجه بغيتو تشريو على حساب جوج نتوات وذكار او اربعه نتوات وذكار، المهم يكون ذكر واحد واناث معه. اول حاجه غادي تبداو تقلبوا الارانب ديالكم يكونوا مكسيين بالشعر بالكامل، ما يكونوش فيهم شي بلاصه يعني ممسوحه من الشعر، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الاذني ديالهم ما يكونش فيهم القصور. ثالث حاجه الانف ديالهم ما يكونش فيه سيلان. صافي، غير هاد الحوايج هادي يعني كمبتدئ راها كافيه انكم تبداو المشروع ديالكم. ثاني حاجه وهي الاثمنه كاين الرومي وكاين البلدي، الكروازي قليل، المهم حنا نهضروا على اما البلدي اما الكروازي. الاثمنه كتراوح ما بين في البلدي ما بين 70 درهم حتى 75 درهم، يعني هذا هو فأر عفوا أرنب بالغ، يعني ممكن أنكم تجيبوه ما بين 70 درهم حتى 75 درهم، يعني بالنسبة للأنثى وبالنسبة للذكر. الناس اللي بغاو يديروا الأرانب الرومية شي شوية غاليين في الثمن، الأرانب الرومية كدير ما بين 150 درهم 200 درهم حتى 250 درهم، يعني كما قلت لكم 150 200 حتى 250 درهم، هذا هو الاثمنه ديال الارانب الروميه. هذا الاجراء الثاني. نشوفوا الاجراء الثالث. اول حاجه خص يكون عندكم واحد عشه او بيت ديال الارانب، يعني يكون الارانب ديالكم محميين من الحيوانات المفترسه، يكونوا مسقف حدا بقى انايا هنايا، شوف سمراني داير مسقف بالزنك. نتوما ممكن انكم تسقفوا بالزنك ولا تسقفوا بالقصاب ولا، المهم ان منين تجي الشتاء ما تصبش عليهم، ما توصلش الماء. كذلك الحراره او ثاني تكون هاد الزنك هادي تكون بعيده، يعني قد الوقفه كما انا راني واقف ها هي بعيده بشي متر تقريبا على تقريبا متر ونص على الكاج، يعني حتى الا ضربت فيها الاشعه ديال حراره الشمس يعني ما توصلهمش الشمس. كذلك الشتاء ما خصهاش توصل الارانب، ماشي هي الشتاء كتصب وهما يعني غادي توصلهم الشتاء مباشره. الجوانب ضروري حتى هي، ماشي غير من الفوق تكون مسقفه وتكون معريه في الجوانب. الجوانب ممكن انكم تستعنوا بميكا مثلا او يعني كواش مثل راني داير، او باش بحال هذا راه باش كيتسمى باش. ثالث حاجه الاضاءه ضروري تكون في هذه العشه. غادي يعني واحد البوله هنايا راها اذا كتشوفوها، هذه البوله هذه كنشعلها في الليل على حسب الولادات، انتم كما كتشوفوا الولادات هذا راه شي حاجه يعني كاج احترافي، ولكن هنا كنهضر على تربيه ديال الارانب. ضروري تكون واحد يعني اما الشمس تكون داخله لهم اما الاضاءه، المهم يكونوا يشعروا بواحد الدفء في وسط الكاج. كذلك الشمس ضروري تكون الشمس داخله المكان، علاش؟ لان الشمس تقيهم من الحشرات اللي ممكن يتصابوا بها، كيولي الارنب نشيط اكثر لان فيها طاقه اطبي، ضروري ان الشمس تكون داخلها. كاينه قضيه واحده اخرى وهي بناء الولادات، يعني ماشي غادي تخليو يعني الارنب ديالكم الاناث، حنا كنهضروا على الاناث، تخليهم بدون ولادات. ضروري ان يكونوا عندكم واحد الولادات، يعني هذوك الولادات يعني منين تبغي الانثى تولد اما دير لها واحد الصندوق دير فيه شويه ديال النجاره وتخلي لها، راه هي غادي تعرفوا الراسه غادي تبقى تمشي له باش تولد فيه. اذا كاين عاوتاني قضيه اخرى ديال التهويه ديال المكان، ضروري ماشي يعني ديروا لهم واحد البيت ديال الولاده وتسدوا عليهم وتغلقوا عليهم ما فيه لا نافذه لا والو، لا ضروري
النافذه تكون كتحل وكتسد. علاش كتحل وكتسد؟ لان احنا نقولوا هويناهم واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ولا داكشي على حسب الجو اللي كاين. ولكن منين في الليل مثلا ولا واحد الوقيته مثلا كاين التيارات الهوائيه المباشره، يعني ديك الكورون داير يعني مجهد بزاف، ماشي ما يمكنش انكم تخليو الارانب ديالكم كيضرب فيهم البرد مباشره، لا ضروري انكم تحميهم من التيارات الهوائيه المباشره. كاين قضيه ديال الشمس، بحال دابا انايا هنا راني حال عليهم في الفصرة الصباحيه، ولكن راني داير واحد الريدو غادي نرد عليهم باش ما تجيهمش الشمس مباشره، يعني غير الشمس ديال الصباح كتكون شويه بارده، من يبدا الوقت يعني الحالي يسخن غادي نضلل عليهم، ضروري من نضلل. كذلك وهي النقطة المهمة في الموضوع وهو التحصين. التحصين وهو التحصين ضد ال يعني التسمم المعوي، والتحصين ضد التسمم الدموي. ضروري تمشيو عند البيطري وتقولوا له يعني التحصين، النوع ديال التحصينات وهي إبرة وسيرو صافي لا غير، كتعاودوهم من السنة للسنة، يعني كتقيدوا التاريخ وكتعاودوا هذيك الإبرة من سنة لسنة. يعني إلا بغيتوا الأسماء ديالها، كاين الإبرة ديال التسمم الدموي سميتها كونيبخافاك، وكاين السيرو ديال التسمم المعوي سميتو هيباغينول هيباغينول. إذا هادو جوج ديال يعني التحصينات ضروري تكونوا دايرينهم. بالنسبه للعلف، الناس اللي عاد بادين ممكن انهم يستعنوا بالفصه بحال هذه راها الفصه اليابسه، هذه الفصه يابسه كتكون باله كبيره كدير الثمن ديالها كيدير دابا راه غاليه واحد شويه كدير 75 درهم، ممكن ان في هذه الايام تولي مثلا ب 65 درهم ولا 60 درهم، يعني في هذه الايام راه شويه كاين الجفاف راها غاليه شي شويه كدير 75 درهم، ولكن راه واحد الكميه كبيره يعني ممكن انكم ديروها راه ديك 75 درهم ممكن ان تخدم لكم واحد شهور. مثلا بحال القاطع هذا بلا ديال الفصه ممكن انها تضرب لكم واحد 3 شهور، 3 شهور راه مزيان ب 75 درهم راه يعني كرامه. كذلك ممكن الاستعانه بالحبوب، حبوب مثل الشعير والذره والنخاله. هذا الشيء بالنسبه يعني الارانب الروميه والبلديه. اما اذا بغيتوا الروميه يعني تركزوا على 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 العلف ديالها، فممكن انكم ديروا السيكاليم. السيكاليم ضروري بالنسبه للارانب الروميه، يعني البلديه ممكن تعطيهم اي حاجه بس كان كيعيشوا وكتكون عندهم المناعه قويه عكس الارانب الروميه. اذا اي تساؤلات بغيتوا تزيدوا شي افكار اخرين، انا حاولت انني ما نصعبش عليكم الامور، نعطيكم نظره شامله ببساطه. اي واحد بغى يبدا المشروع ديالو يعني في تربيه ارضيه، ها هي معلومات بسيطه ممكن ان اي واحد يبدا المشروع ديالو بهذه المعلومات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. مرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم، الا خصكم شي استفسارات انا راه الاشاره. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.